بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم فتت على الحكاية بسرعة هيك على طول، خفت تمطمت وتتجول حكايتنا بالطول. حاكم صارت معي هيك شغلة من قبل، سمعت كلام الناس طولت حكايتي وصار لها مفتاح وقفل، ما لقيت غير هالناس صفنت وشردت وبلشت تمل. شي نام وشي سهي، البعض منهم مو الكل. وبيني وبينكم والله هالقصص عم تاكل معي شغل ووقت وكرستها، ومحسوبكم عندي هالسوسي من ايام ما كنت بحرستها. ايه، وهلا اوام سمعوني الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منبلش اليوم حكايتنا مع درية لنعرف شو صار، شو هن هالكلمتين اللي بدها تحكيهم أم عزاد. يا ستار، هذا يا سيدي لما اجت منيرة وصاحبتها وشافت كل شي بعينها، تأكد لها الحكي يلي نحكى عليها مع جماعة بين هون وبينها. حست بنعدانها وركازتها وتربايتها على الطلب، وشافت النظافة والرتابة والحشمة والأدب. ولما قعدوا وتركنوا وخلصت التحيات والسلامات وتعرفوا مين أبوكي ومين جدي وترحموا على كل هالأموال، فتحت منيرة معها سيرة الشواز وسألتها: يا بنتي، أنا حبيتك كتير، ما بدي إياك تروحي من إيدي. بصراحة كن جاي مرسال، بدي منك جواب لا تنقصي ولا تزيدي. بس بعد ما شفتي قلبي من جوا حبك وحسيتك مثل بنتي، صرت بدي أخذك إلي، بدي إياك تصيري كنتي. ولا تردي وتعطيني جواب بسرعة هيك على طول، خدي وقتي وفكري واسألي، نحن يلي ساكنين جنبي يا ألفو. هون بان عليها لدرية انها تلبكت واندقري، مع انه مبيني انها حبابة وحدة جاي من طرف جماعة حاملة رسالة. ايه اكيد هاي وحدة خطابة، وصارت تصفر وتفكر وتدورها براسها يمين وشمال، مين يلي كان باعتها لأم عزاد؟ مين هو ابن الحلال؟ هون حست منيرة انه صار شيء وصار لازم تمشي. يلا بخاطرك حبيبتي، بدنا نقوم، بس طمنيني اذا صار معك شيء. وبعد ما راحوا الجماعة قامت درية دقت على جارتها الباب على السريع: قومي تعي لعندي، في بتمي حكي بدي احكي لك يا قبل ما يضيع. هاتي لشوف، شوفي شو صار معي، مين هدول يلي كانوا عندي؟ في واحدة منهم بيني اكابر، يا لطيف شو بتشبه ستك. اسمعي، هدول خطابين وكانوا جايين من طرف جماعة، بعتوهم ليخطبوني، قاموا خطبوني لابنهم، قال طار عقلهم لما شافوني. ايه شو فيها؟ ما فيها شيء، هيك قصص عادية وبتصير، يروحوا ليخطبوا وحدة يخطبوا اختها، وصارت كتير. اسمعي، اذا هدول جايين وحاملين رسالة من حدا تاني، ايه اكيد هدنك اكابر لحتى بعتوهم الهم وما اجوا من شاني. سبحان الله، وهي هالمخلوقة عم تحكي، ولما ذكرت يلي باعتهم حسيت انه نصيبي عند هدنك الجماعة مو عندهم. يا عليك يا درية يا لطيف، والله انك مانك قليلة. قليلة شلون بدك توصلي للجماعة؟ بدك وسيلة. تركيني يوم يومين احسبها منيح واصفهم، ولازم من كل بد اعمل استخارة، وما بعرف، بدي اشوف واسأل، وبدي حقص من جارة لجارة.
وطبعا هي ما فيها تتصرف إذا ما كان في معها رجال. الله ما بيقطع فيها حواليها كتير ولاد حلال. وتاني يوم بلش التحري، لك شو لك هالجماعة مين بيعرفهم؟ ولادها عن مين بيشتغلوا؟ شو مادياتهم؟ شو أصلهم؟ وشو فصلهم؟ هذا بيتهم ولا بدهم ينتقلوا؟ وبعد شي جمع 10 أيام بعد ما سألت وتحريت ودقدست طلع للقصة حكاية وحكاية باضت وفقست. قصة غريبة عجيبة ما بتخطر على بال القرود. بس شلون نكشت هالدرية يا أخي؟ قلت لكم مو قليلة وزكاها مال وحدود. هذا أبو حدو الدهان كلياتكم سمعانين فيه، يلي دهن للبيت لدرية مع أبو وجيه. من بعد ما خلص من عندها وطب أغراضه وأخذ عدته كان عم يستناه عزمي باشا مشان يزبط له البيت، ومرته هي يلي قالت له. الزلمة وهو عم يشتغل ويداوم عندهم يرسم ويدهن ويبني، حاكاها العم وسأله وين في بهالشام بنت حلال خرج أخذها لأبني. جاوبه بسرعة، رد عليه بتقول عم يستنى هيك طلب. يا سيدي ما لا غير بنت الأغواني الله يرحمه، نحن شفنا منها العجل. من فترة قريبة كنا عم نظبط لها البيت من الرأس للأساس. أنا بحياتي ما مر علي هيك كرة وهيك ترباية وبيت عالم وناس. شو سمعتوا عنها؟ سمعني من هالنغم. وشو بتعرفوا عنها غير الطبخ والنفخ والكره؟ والله يا سيدي نحن ما سمعنا عنها غير كل خير. بنت يتيمة ووحدانية عايشة لحالها، لا وحش ولا طير. بس سبحان الله نظافة وترتيب وكل شي عندها غير. ومعلومة ما بيخفى علينا شي، نحن الدهاني بنعرف لبيوت ودواخيلها لأنه منزيح القاطي أو منزيح التخت والغزاني. ومن تم لتم ومن راس لراس ما في شي بيتخبى على الناس. وصدفت انه اجتمعت الخانم مع ام حدو. قلتيك والله شهيتيني شوفها وتعرف عليها يا ام حدو. وكأني سمعاني عن ابوها لدرية وبيت الاغواني كان بيعرفهم جده. من بكرة بدي ابعت وراء ام عزات جارتنا تروح تشوف اياها لهالبنت، بركي منجيبها لحارتنا. ايه المهم بنتنا شو عرفها بهالكلام يلي انحكى عنها؟ وشلون وصلت لمرض عزمي باشا وعرفت كل شي بدر منها؟ بالحقيقة درية مثل ما حاولت خبركم من اول الحكاية ذكية وحربوقة ودبساتها سمار مثل ما بيقول المثل، ما لها قليلة مخها بدير بلد وحكياتها حلوين ولسانها مثل العسل. مخلوقة بعتت ورا منيرة تسأل عنها شو حكايتها وشو قصتها، وبالصدفة حدا شاف أم حدو وسألها عن الحكاية من بدايتها. ووصل الخبر لدرية على طبق من فضة. يا سلام، بس شلون بدها تخبر مرت عزمي باشا وتوصل لها الكلام؟ إيه ورب بكرة يدبر بكرة. تصبحوا على خير.